وللمزيد حول دعوة الحوار الوطني التي أطلقها مصطفى الكاظمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا بك معنا سيد إياد. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك. بداية سيد إياد، يعني الكاظمي أطلق دعوة لحوار وطني جديد في العراق كما تعلم، بداية ما هي الأسباب والدوافع لإطلاق مثل هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير، تحياتي لك ولمشاهدي القناة. علينا أن ندرك أنه الكاظم يشعر حقيقة بأنه هناك كثير من المعتركات في المكتب السياسي العراقي، وهناك كثير من الخلافات والمناكفات التي تعيشها الأحزاب والكتل السياسية، وعدم وجود اتفاق وقواسم مشتركة على كيفية معالجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها العراق. هو يحاول انه من يحاول خلال هذه الفتره ان يثبت امام الاخرين انه لديه القدره على احتواء هذه المشاكل، خاصه ما نحن مقبلين او مقبل العراق على انتخابات في قبل الشهر العاشر. وبالتالي هذه الدعوات سوف لا يتحقق لها شيء. لماذا؟ لان هناك مصالح فئويه واحزاب سياسية لديها منافعها المالية التي تسعى من خلالها على إبقاء الأوضاع كما هي. هناك عدم وجود اتفاق وعدم وجود رؤية صحيحة وملامح سياسية لكيفية معالجة الأزمات يعاني منها أبناء الشعب العراقي. لا يمكن لأي مبادرة ولا يمكن لأي دعوة أن تتحقق إذا لم تكن هناك أساسها ومرتكزاتها الأهداف الحقيقية التي جاءت بها ثورة 20 وجاء بها شباب العراق الذي انتفض من أجل حياة سعيدة أفضل وحياة كريمة. هذه الأهداف التي نادى بها أبناء الشعب العراقي طيلة سنة ونصف من سبقت هذا التاريخ، وعليه أن وعلى الكاظم وعلى جميع من يدعو إلى هذه دعوة الحوار أن تتضمن هذه الدعوة هذه المرتكزات، أي أن يكون الأساس هو ما يطلبه الشعب العراقي بعيدا عن المنافع الحزبية والمنافع التي تسعى إليها الكتل السياسية. إذا نحن أمام حالة من الوجود وحالة من الواقع السياسي الذي يدركه الكاظم ويعلم حقيقة ما يعيشه أبناء الشعب. أنا هنا أقول أنه الكاظم يحاول إعادة تركيبة الوضع السياسي في العراق، ولكنه يعلم جيدا أنه سوف لا يستطيع أن يحقق التوافق، رغم أن الدعوات بعض الأحزاب والكتل السياسية استجابت لهذه الدعوة، وهذا معروف. دائما هناك دعوات سابقة وهناك أيضا مؤتمرات سياسية عقدت وهناك أيضا برامج طرحت، ولكن بالتالي لم تحقق شيء وكان فقط هو اجتماع وثم تصدر بيانات وينتهي الأمر. تعود المأساة الحقيقية لواقع مأساوي ولعدم وجود أطر صحيحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي. نعم سيد إياد، يعني هناك من يقول أن المشكلة ليست فقط بالأحزاب وإنما بجدية الحكومة فعلا بإطلاق مثل هذه الدعوات، خاصة بعد غياب أي استراتيجية كما ذكرت يعني لمثل هذه الدعوات وغياب أي أرضية للاتفاق عليها. يعني نحن نعلم حقيقة ما يدور الآن في الساحة العراقية، ونعلم حقيقة أنه هناك عدم وجود يعني قرار سياسي مستقل وعدم وجود رؤية وطنية لإعادة مجريات الأمور العراقية. العراق لا زال لحد الآن وهو مقبل مع الأسف إلى عقدين من الاحتلال بعد أيام، نرى لحد الآن لا زالت آثار العدوان وآثار الغزو الأمريكي، لا زالت هناك المنافع والمصالح الدولية والإقليمية ممثلة بالاحتلال الأمريكي الموجود لا زال لحدها على الأرض العراقية، وكذلك امتداد النفوذ والهيمنة الإيرانية والتوسع في بناء قواعد إلى الدولة العميقة ووجود الميليشيات الولائية ووجود أدوات تسعى جميعها ووكلاء تسعى جميعها إلى إبقاء الحالة كما هي. إذا عندما يكون الوضع بهذه الشكل، إضافة إلى ذلك نحن نعلم حقيقة الوضع الاقتصادي والتضخم الكبير الذي يعيشه العراق، والآن حتى ميزانية العراق الآن التي لم تقر لحد الآن هي لا زالت لحد الآن فيها عجز مالي أكثر من 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون العراق 168 مليار. إذا كيف تعالج هذه الأمور إذا لم يكن لديك قرار سياسي مستقل؟ أين الاستقلال الاقتصادي وأين ثروات البلاد وأين الأموال المنهوبة وأين المال سرقة المال العام؟ هذه الجوانب عندما تستطيع أن تبنيها وتضعها على أرض الواقع تستطيع أن تدعو إلى دعوة حقيقية. إذا الأحزاب
والحكومة ستكون أمام مفترق طريق، وهذا مفترق الطريق يضعها أمام جدية، إما أن تكون حقيقة ويعلمها الجمهور ويعلم صدق هذه، لأنه كل البرامج اللي دعت إليها وكل التصريحات التي قالتها وكل ما بثته خلال عقدين من الزمن بعد الاحتلال في حكومات التي تعاقبت ما بعد الاحتلال الأمريكي لم يتحقق شيء، والمواطن العراقي أصبح لا يعني لا يفترس إلى هكذا دعوات بأنه بالتالي يعلم نتيجتها وأنها لا يمكن أن تقدم إلا الفئات المشاركة في العملية السياسية. نعم سيد العناز، يعني برأيك ما هي كلمة السر التي قد تجمع مختلف الأحزاب يعني قدر المستطاع، ولربما إن كانت الحكومة جدية في دعوتها تطلق هذه الكلمة؟ يعني إذا كنا هناك كلمة سر، يعني أنا أقول يعني ما هي كلمة السر أكثر مما أنه هي أن تتفق ما بينها. أنا أرى مهما تعدت الأمور ومهما اختلفت المعايير ومهما تكلمنا عن مناكفات وتكلمنا عن خلافات بين الأحزاب، لكن في لحظة تتفق وما يتفقون على بقاء العملية السياسية لأنه تخدمهم، لا يمكن أن يختلفون على معيار كيفية الاستفادة، يعني كيفية الاستفادة واستمرار النزيف الذي يعيشه المجتمع العراقي وتعيشه الدولة العراقية. هم يساهمون بشكل رئيسي في إبقاء العراق ضعيفا، بإبقاء العراق ليس له دورا إقليميا ولا ليس له دورا دوليا، ولا يمكن ولا يسعون إلى إعادة العراق إلى اللحمة العربية وتأثيره الريادي والحضاري المعروف. هم يسعون إلى أن يبقى العراق هكذا. لماذا؟ لأن الإرادات الدولية والإقليمية التي يفترقت كثير منهم معها، هم يسعون إلى تنفيذ هذه الإرادة وإلى هذه المشاريع السياسية. وهذا أمر أصبح يعني عندما نتكلم به للتفكير بأنه أصبح معروف وواضح للمواطن العراقي. المواطن العراقي الآن أصبح يعلم حقيقة ما يعانيه، يعلم حقيقة المأساة التي يعيشها. ولذلك نرى أن الجموع الشبابية والجموع التي خرجت في تشرين أول 2019 ماذا حدث؟ حدث هناك انقلاب اجتماعي كبير، يعني تغيير في البنية الاجتماعية بحيث أن الجميع تعاطف والجميع احتضن هذه الثورة وهذه الانتفاضة الشعبية، لأنها عبرت عن حقيقة ومطمئنات الشعب العراقي، عبرت عن حقيقة ما يعانيه الشعب العراقي من أزمات ومفاعيل ساهمت في حذر كثير من مؤسساته شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الباحث في مركز الأمة للدراسات وتطوير إياد العناز، كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان.